بالعودة إلى أجواء القمة الإفريقية 28 المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي تناقش عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بعد غياب دام 32 عاما، ينضم إلينا من أديس أبابا موفدنا جمال عز الديني. جمال، ما الجديد بشأن الملفات المطروحة حتى هذه اللحظة في القمة، سيما عودة المغرب المرتقبة للاتحاد؟ هل تم التصويت فعلا لهذه العودة؟ نعم سرمد، المناقشات لا تزال متواصلة والتصويت ربما يكون الآن متواصلا خلف الأبواب المغلقة، ولكن على الأرجح سيتم الإعلان رسميا مساء اليوم عن عودة المغرب إلى حاضنته الأفريقية بعدما يزيد عن 30 سنة. نعلم أن المغرب انسحب من هذا الفضاء الأفريقي في العام 1984، وهناك جهود دبلوماسية وسياسية مكثفة من طرف السلطات المغربية لتأمين عودته إلى هذا الفضاء الأوروبي. المعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن سرمة تفيد بأن المغرب ضمن وتأكد من حصوله على الأصوات الكافية الضرورية لإعادة إدماجه في الاتحاد الأفريقي. هذه القمة تطرح أيضا مجموعة من المسائل والملفات الكبرى، وعلى رأسها ملفات التنمية في التنمية الاقتصادية والتنمية للإنسان وللشباب الأفريقي، حيث أن هذه القمة تعقد وتدور حول إدماج الشباب واستخدام العامل الديموغرافي في القارة الأفريقية لتسهيل عمل الشباب والحصول على مواطن شغل جديدة، وأيضا للحد من موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. أيضا تقام مجموعة من اللقاءات الثنائية والثلاثية على هامش هذه القمة. منذ قليل كان هناك لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الأثيوبي هيلا مريم ديسالين لبحث ربما قضية سد النهضة ومجموعة من القضايا الأخرى. أيضا كان هناك لقاء بين الرئيس السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهناك لقاءات ثنائية وثلاثية أخرى بين مجموعة من القادة الأفارقة المشاركين في هذه القمة، والتي تناقش أيضا مجموعة من القضايا الأخرى مثل الإرهاب، مثل العلاقات التجارية، مثل تعزيز العمق الأفريقي والتواصل الأفريقي بين الدول الأفريقية، وأيضا ربما التوصل إلى استراتيجية جديدة أو منظومة جمارك جديدة داخل أفريقيا تتم بواسطتها استيعاب وتمويل صندوق أفريقيا جديد عن طريق الأداءات الجمركية التي ستوظف على دخول البضائع الأجنبية إلى الأسواق الأفريقية. هذه أهم ربما النقاط المطروحة الآن، وكما ذكرت سرمد فأنه قد يتم مساء اليوم تأكيد دخول أو عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي. من أديس أبابا موفدنا إلى القمة الأفريقية جمال عز الدين، شكرا لك.